$75,000 في 3 ساعات بث مباشر، قدر ان هو يبقى شفاءات خيريه، وقدر ان هو يعالج 1000 مريض كاملين، 1000 مريض كاملين، وقدر ان هو برضو يساعد ناس كتيره قوي. هنتكلم النهارده عن ابو فيل حسن سليمان في دوله الكويت، بس هو ما كشفش عن جنسيته لحد دلوقتي. اتكلم من دلوقتي لحد الصبح على حسن سليمان اللي كان بيعمله مش هنخلص. حسن بدا وهو يوتيوبر صغير وكاريزما كده غريبه، الكاريزما دي وخليته الناس تحبه مطلعه كده، يعني تحس تتفرج عليه كده تحس خلاص، يعني انت مشتاق ان انت تتفرج على الانسان ده. جميل جدا، وصل 10 مليون في خلال سنه، وبقى عنده 10 مليون متابع، يوتيوبر مشهور كلها تعرفه. بداها وهو بيعمل محتوى جيمنج، يعني محتوى جيمنج على شويه ضحك على شويه ترفيه، المهم ان هو بداها صح وظبط الكلام على كده. حسن سليمان في ايام الكورونا كانت الناس كلها طبعا من غير شغل، مالها يعني اختارها صح وقال ان اعمل قناه يوتيوب، عمل محتوى جيمنج، وفي خلال شهر عنده المليون، يعني وصل في المليون، وكان بيقول انا جاي، يعني لما بيوصل كان بيقول انا جاي للمليون، ل2 مليون، انا جاي ل3 مليون، وكانت كل مكافاته بقى خلال الملايين اللي كان بياخدها، يعني كتر الاشتراكات. كان في كل احتفال ان هو واصل مثلا 5، كان بيعمل مكافآت كبيره جدا جدا. المكافآت دياتي اولها انه يقوي اهالي، يعني اهالي متغربين ما لهمش مأوى، يقويهم او ساعتها 10 عائلات من كل حاجه، بيت واكل وشرب، ويعني 10 عائلات كامله، لحد ما عمل بس مباشر بتاعه ان هو يتبرع له ان هو هيعمل مستشفيات خيريه وهيعمل حاجات تانية كتير، وهيبحث أبار في السودان. المتابعين بتوعه برضو ناس كويسة وجميلة جدا، وابتدوا ان هم يتبرعوا له، لحد ما في بث مباشر مدته 3 ساعات 990,000 جنيه مصري، يعني حوالي 75,000 دولار في 3 ساعات بث مباشر، قدر ان هو يبحث أبار كتيرة في السودان، وقدر ان هو يعمل مستشفيات خيرية، هو يعالج 1000 مريض كاملين، 1000 مريض كاملين، وقدر ان هو برضو يساعد ناس كتيرة قوي. فجدعان الانسان ده كان طموح، يعني هو دلوقتي 12 مليون وكسور، يعني فاضل له خلاص قدامه شوية وان هو هيوصل ل20 مليون، وهو موعد موعد ان هو هيعمل مفاجأة جميلة جدا بخصوص ال20 مليون. فكان بالمكافآت بتاعته كان ساعات بيدي المتابعين بتاعته عربيات، يعني بيسلمهم عربيات على الكاميرا ومتشاهدة ومتصورة وناس حقيقية. يعني أبو فيلا من كتر الخير سبحان الله، أنا من أوي 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 محبين أبو فيلا وبحبه جدا جدا جدا، وأنا مش عارف يعني أبو فيلا بدأها، يعني عنده كده غريبة كده، وعنده يعني بص ثبات كده، وهو بيتكلم بيخليني اتشد ان انا اسمع الفيديو بتاعه كامل واكمل معاه. انا موجود حاليا في الكويت، مولود في الكويت، او هو مولود في الكويت بس ما بيكشفش عن جنسيته الحقيقيه ايه، مش عارف ده ليه، بس هو ما بيكشفش عن جنسيته ابدا. ففي مقطع فيديو انا عجبني بصراحه، وهو بيفتح ابار في السودان، ابو فله ومتابعينه، يعني حاجه جميله جدا من ابو فله، وهو صغير يعني سنه صغير، ويعني بيعمل خير كتير قوي، بدل ان هو يعني دي الاجانب خطأوا منه بصراحه في المشاهدات والمشتركين، او اللي عنده كبير بسم الله ما شاء الله عليه. وانا من اكتر المحبين بابو فيلا، وبالذات كمان لما يعني بينزل كده بنفسه بيوزع خير كتير وبيعمل حاجات كتيره حلوه. وانا سامع كمان ان في ال20 مليون، انا سامع ان هو هيدي يعني ناس كتيره قوي شقق سكنيه للمحتاجين. ربنا يبارك له، لو ربنا عطاني وطلعت جزء بس من اللي ربنا اداهولي، هيزيد اللي جاي واللي جاي واللي جاي واللي جاي، وهيبقى معايا فلوس كتير قوي. انا ادي المحتاج، ادي اللي هو ملاقيش ياكل، ادي اللي هو ملهوش مأوى، ادي اللي هو محتاج حاجه تزقه لقدام نصيحه. فيا ريت يا جدعان نخاف على بعض، ويا ريت نحب بعض، ويا ريت نحط هدف في دماغنا وان شاء الله هنوصل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.